حياكم الله جميعا معنا في حلقات نقاشية اللي قدمها مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي. معكم علي العيسى من متحف علوم التكنولوجيا. اليوم حلقتنا النقاشية راح تكون مع الأستاذ عبد الله الزيادي، وإن شاء الله راح يشرح لنا فيها عن شلون نقدر نركب جهاز كمبيوتر، مو لازم يكون غالي أو رخيص حسب شنو نوع الجهاز، وشو الفرق بين الأجهزة اللي داخلة مثل السي بي يو والجي بي يو، شو الفرق بينهم. وطبعا أعرفكم على عبد الله الزيادي، مدير صناعة المعلومات ومؤسس شركة كروب تك. عبد الله عنده خبرة كبيرة بهالمجال، إن شاء الله راح نبلش أول 40 دقيقة عبد الله يعطي المعلومات اللي عنده، واللي عنده أي سؤال إن شاء الله يقدر يكتبها بالشات أو وقت الأسئلة يبطل الميوت وعبد الله راح يجاوب على الأسئلة إن شاء الله. عبد الله عندك المايك، تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية أخوي علي، ومشكور على المقدمة الحلوة. أول شيء إحنا بنبدأ الوضع الحين، الناس قاعد تتجه انها تشتري كمبيوترات جديدة، وكانت الفكرة كلها من التوك اليوم شلون تشتري الكمبيوتر واي كمبيوتر تشتري وش كثر تصرف، خاصة حق الالعاب والدراسة. انا اغلب الناس اللي يقولون لي اخذ كمبيوتر ولا اخذ بلاي ستيشن، انت دخلت بلاي ستيشن بالنهاية انت راح تاخذ لابتوب، انت قاعد تصرف دبل يعني، فانت ممكن تاخذ كمبيوتر تدرس عليه وتلعب جيمز عليه بنفس الوقت، عرفت؟ فهذه الفكرة يعني. بالنسبة حق الألعاب هو موضوع اليوم، الكمبوننتس أو القطع المهمة حق اللعبة قطعتين، الـ CPU والـ GPU. نبدأ بالـ CPU اللي هو Central Processing Unit، عندي واحد هني قديم طبعاً. زين، Central Processing Unit أو CPU تقدر ناس يعني تقول عنه مخ الكمبيوتر أو عقل الكمبيوتر. أنا أحب أعرفه نفس عالم رياضيات، يسوي حسابات رياضيات وايد هلا بطريقة سريعة جدا يعني. اي طبعا عالم رياضيات، هذا الكور الواحد. والحين يعني كل سي بي يو عنده مالتيبل كورز، يعني اي ام دي الحين الديسكتوب مالها في 16 كور، والبروفيشنال ليفل في 64 كور الدايل واحد. فالفكره من السي بي يو انه ينظم كل عملية الكمبيوتر، ينظم كلام الكمبيوتر مع الدرايفرات، ينظم كلام، يسحب المعلومات من الميموري، يسوي لهم بروسيسنج، يردهم، يكلم الجي بي يو، يعني كل الأمور عنده، هو المدير هالمدير. بس السي بي بس السي بي يو لأنه يسوي أكثر من شيء، هو مو efficient أو قادر إنه يسوي شيء واحد بطريقة أحسن. لما تسوي تشيب ثاني متخصص بهذا الشيء يصير أحسن. عشان كذي نرجع حق الجي بي يو اللي هو خلينا نسميه، انا احب اسميه الارتيتكت او المهندس المعماري، لان الجي بي يو يحب يرسم مثلثات ويرسم 3D ويرسم هالامور، يعرف رياضيات بس مو نفس عالم الرياضيات اللي هو السي بي يو، عرفت؟ وهم السي بي يو ممكن يرسم بس مو نفس قدرة مهندس الارتيتكت أو المهندس هذا. فأنا أحب هالمقارنة عشان يصير عندك تفكر شنو كل واحد يسوي. CPU نفسه طبعاً في شيء اسمه instruction أو أمر يسوي، زين، وفي هيرتز أو تردد. الحين CPUات انتل مثلاً تسوي إعلان 5 جيجا هرتز، 5.1 جيجا هرتز، طبعا هذا بوست معين على عبر فترة معينة وساعات، مو كل الكورز لأنهم محدودين في TTP معين أو قدرة باور معينة عشان لا يطوفونها وحرارة والأمور هذه كلها يرتبونها. بس شنو معنات 5 جيجا هرتز؟ وليش الناس قاعد تقول AMD 4.7 وتقول لا AMD ساعات أسرع؟ شلون أسرع وهذا 4.7 وهذا؟ لأن في وايد فاكتور، في وايد فاكتورز بالموضوع. الفاكتور الأولى اللي هي الانستركشن بير كلوك. الانستركشن بير كلوك العمليات اللي تسويها باللفة الواحدة أو بالهرتز الواحد. فإذا أنا عندي أقدر أسوي عمليات أكثر بالهرتز الواحد، خلني أوسط لك إياها مثلاً. كل دورة هذا العالم قاعد يحل 10 مسائل. كل دورة. وهذا العالم قاعد يحل 12 مسألة. زين، هذا العالم قاعد يلف 10 دورات بالثانية، هذا بالنهاية قاعد يطلع كم؟ 12 10
12 120 مسألة. زين هذا قاعد يلف 10. زين ويطلع 10 يطلع 100، من هو أسرع؟ مع أنهم اثنيناتهم نفس الكلوك، إيه نفس اللفة، اللي يقدر يخلص 12 باللفة الواحدة هو أحسن. في الاي بي سي أو instruction per second أو per clock هي المهمة. كثر ما الكلوك مهم. طبعاً السي بي يو في شيء اسمه كاش. شنو الكاش؟ الكاش معناته الديسك، هذه الطاولة اللي عندك إيش كثر عندك قدامك تقدر تشتغل فيه حالياً، فتقدر إيش كثر تسحب الميموري وتشتغل فيها حالياً، لأن الشغل اللي قدامك تخلصه أسرع. يعني الحين أنا قدامك الحين لما قاعد أشتغل بهالشغلة مثلاً وايد أسرع مني أروح الكبت وأجيب شغلة. طبعاً إيه، فالكبت هو الرام، الأغراض اللي بالرام أروح أجيبهم وأشتغل عليهم على الديسك مالي. بس كل ما يكون الديسك مالي أكبر أقدر أجيب همشة عودة حطها قدامي وأشتغل فيها كلها مرة واحدة، مو كل شوي رايح وراد. فعشان كذي الفكرة من الكاش مال السي بي يو يأثر ساعات، خاصة بالجيمز الكاش مال السي بي يو مهم، لأن أنت ما تبي السي بي يو يوع أو يصير ما عنده enough information، لازم كل شوي حاجة الرام. عرفت؟ إيه. هذا بالنسبة حق السي بي يو. الحين ندخل في أي سي بي يو أشتري وأي سي بي يو أحسن لي وأي سي بي يو. إيه. في إيه شنو في ماركتينج تيرمز؟ أنت اللي عندها الماركتينج تيرمز i3 i5 i7 i9، هذه كلها ماركتينج، بس أنت لازم تعرف شنو معناتها بالنسبة حقك. AMD عندها رايزن 3 رايزن 5 رايزن 7 رايزن 9، هذولا تقريبا نفس الفكره مالت الماركتنج تيرمز مالت اي ام دي. بالنهايه انت اغلبيه الالعاب هالايام ما تستخدم اكثر من 4 تو 6 كورز. زين بشكل عام 4 إلى 6 كورز اغلبيه الالعاب. وطبعا مع الوقت راح تتغير هالفكره وراح الالعاب تصير مور اوبتمايز حق مالتي ثريدنج. لان قبل انا اذكر قبل 10 سنين اذا بروسيسورك فوق الدول كور ما له داعي حق الالعاب. اي ما له داعي الالعاب، اغلبها تستخدم دول كور بس ما تستخدم اكثر. عرفت؟ فمع الوقت راح يمكن يصير متطلبات الالعاب اكثر، لان في فيزيكس قاعد يحسبها، في الشيء انت طقيت شلون ارتداد الطلقه صار، وهذا كلها شغل عالم الرياضيات. فانت كل ما تحط هذا على عالم الرياضيات كل ما زاد الثقل عليه. عرفت؟ صح. ف الترمز هذول معناتها i3 i5 i7 هي انتل لما تصنع شيب. طبعا شلون تسوي شيب؟ تاخذ سيليكون وتقصه ويفر كبير، والويفر هذه ترسم فيه ترانزستورز. ترانزستور الواحد الحين وصل لقطره 7 نانومتر، يعني شيء ما ينشاف بالعين، يعني لازم مايكروسكوب عشان تشوفه. وكثر ما تحط ترانزستورز، اللي درس مايكرو بروسيسور يعرف ان الترانزستور تقدر تطلع منه اند ونور وناند عشان تحسب رياضيات في النهايه. فكل ما تحط ترانزستورز اكثر كل ما تزيد عندك الاي بي سي او الانستراكشن بير كلوك اللي هي المحاسبه. إيه، وكل ما ضبطت الارتيتكت او التصميم تقدر ترفع الكلوك بعد. فشلون تسوي سي بي يو قوي؟ ان المانيفاكتشرنج بروسيس اصغر عشان تحط وايد ترانزستورز عشان تزيد اي بي سي. التصميم والارتيتكتشر صحيحه عشان كل ما اعطيه قوه وباور اقدر ارفع الكلوك ماله. وبالنهايه التصميم مالك يطلع شلون الكور الواحد يسوي، بعدين طبعا تحطهم كورين ثلاثه تقصهم مع بعض تسويهم. يعني AMD ايش قاعد تسوي؟ قاعد تسوي تشيبلتس 4 كور 4 كور 4 كور 4 كور 16، وبينهم شيء اسمه انفينيتي فابريك. عشان تي AMD في الجيمز الحين يقول لك والله شويه اقل. ليش؟ لان بالنهايه في ليتنسي بين الكورز هذول. في عرفت هم حلوها بالرايزن 3 واللي هو ال 5000، المفروض يصير وايد اسرع حق الجيمز لانه صار في 2 chiplets بدل 4، فالليتنسي راح يقل وايد. زين فانت اللي يعطونك مونوليثيك chip، يحط لك chip كبير ويكون هذا chip كله هو اللي الكورز كلهم على نفس الداي.
فالليتنسي صفر لانهم لازقين ببعض كثر ما يقدرون. عرفت ايه؟ طبعا في شيء اسمه مورز لو اللي هو كل سنه لازم يصير في دبل برفورمانس. الحين شويه قاعد نشوفه مو لو انيمور لانه وصلنا حق البريكنج بوينت مال السيليكون. السيليكون اكثر من كذي قمة قصة اكثر من كذي خلاص راح تدخل في عالم الكوانتم وتصير اشياء امبريدكتبل عندك. ف المهم لا ندش بالعمق هذا وايد. خلنا على اي 3 اي 5 اي 6. الاي 3 الاي 3 هو القصة اللي مو مضبوطة. لما قصوا السيليكون شافوا الاداء ماله مو مضبوط حطوا اي 3 سن في صوت بدوني شنو هذا ايه راح حتى وداش مو كان مسكر بس الحين مسكر لي اوكي. فالاي 3 هو لما قصوا السيليكون الاداء ماله مو مضبوط يطفون كذا كور منه ويبيعون اي 3 الحين اللي هم تقريبا كواد كور. وصلوا الاي 3 قبل كان تول كور الحين الاي 3 كلهم كواد كور. الاي 5 6 كورز طفين تلقى 2 ولا 3 chips 3 cores منهم أدائهم مو زين مو ما يشتغلون defective. كل هالأشياء هذه تأثر وين يروح الchip بالi3 والi5 والi6. فأنا بالنسبة لي حق الجيمز يعني في بروسيسرات ترى سعرها 10,000 دولار بس ليش ما ليش ما اشتري هذا؟ أقول لك ليش ما تشتري تريلا مرسيدس؟ سعرها غالي تريلا مرسيدس بس يعني ما بتريلا عشان اروح الدوام. يعني زيون بروسيسور حق سيرفر واكثر شيء فيه اي سي سي اللي هو ايرور كوركتنج ميموري وفي اشياء اذا طفى ما يصير كربت حق الداتا والاشياء هذه انت ما تحتاجها بالبيت. الديسكتوب ليفل بروسيسورز هم الاي 3 اي 5 اي 9 اي 9 ممكن نسميه احنا بروسومر او المستهلك زائد البروفيشنال او شو اسمه المنتج. فالاي 9 الفكره منه ان انا بلعب جيمز وبوقت فراغي ولكن هم بشتغل وبسوي فيديو اديتنج وبسوي شغل على بي سي. عرفت؟ ونفس الشيء نفس الشيء الرايزن 9 هذا الفكره منه. الاي 7 الاي 7 خلينا نقول مثلا سيارة قول i3 سيارة هوندا i5 كابرس i7 فراري. عرفت؟ فأنا ما أحتاج فراري بس إذا عندي ليش ما أخذه؟ أيوة كذي يعني بس ما أحتاج أي وأغلب الناس i5 راح يكون كافي معاهم. عرفت؟ هذه الفكرة من ال desktop processor. طبعا مع المنافسة قاعد يصير i5 مال السنة مثلا 10th gen ورايزن 5 مال 10th جن الجيل الحالي اقوى من الاي 7 مال السنه اللي طافت. لان اي ام دي قاعد تنافس بقوه فانتل قاعد تضغط على نفسها تحط الشيبات العاليه في الاي 5 عشان لا تخسر من الرايزن 5. عرفت؟ فالمنافسه طبعا وايد زينه حقنا احنا. فبالنهايه مثلا اذا انا طالب يمكن أسوي شوية editing ولا شوية photoshop والأمور هذه وألعب games i5 أو ryzen 5 على حسب. لأن ryzen بعد اللي يدخل بالبجت مالك ryzen core أكثر فيه. إذا أنت قاعد تشتغل professional stuff أكثر من games ryzen أحسن لك على حسب احتياجك. أنت راح تيجي تشوف أنا احتياجي شنو وكم ببالي أقط على الجهاز وأحسبها. مو لازم أي أبي أقوى شيء بالسوق أنا أغلى هو الأحسن والأمور هذه. فهذه العقلية لازم نوخر عنها عشان هم إحنا الكونسومرز أو المستهلكين الشركات تحترمنا أكثر عشان تسوي الشغلات اللي نحتاجها. عرفت؟ بس على بالنا شيء كبير وغالي والكل يشتري وغالي وبناخذه هذا. بس الحين ندخل في الجي بي يو او المهندسين او الارتيتكتشرز او المهندسين المعماريين. هذول شغلهم الجي بي يو شغلته انه يرسم لك الصوره على الشاشه يرسم لك الالعاب الثري دي مالها الويه تفاصيل الويه تفاصيل الجبل تفاصيل هذه كلها بوليجرامز او مثلثات معينه يرسم لك اياها بطريقه هندسيه.
الفكرة منه بدأت إن لأن الجي بي يو أو السي بي يو وايد صعب عليه إنه يرسم ويحسب بنفس الوقت وتلعب عليه ألعاب وبنفس الوقت يحسب الفيزيكس ورا، فسوى برانش جي بي يو. الجي بي يو الحين أنا عندي واحد هذا هني مال أي إم دي قديم. حلو، إيه هذا شكله. لو تشوف لو تشوف كنا كمبيوتر كامل، لأن هذا الشيب اللي هو الجي بي يو، هذول ترى رام ميموريز رام. حلو. وهذا في ار ام اللي هو فولتج ريجليترز، يدزون كهرباء حق الرام حق، فهذه كأنها مذر بورد، هذه كامله كأنها مذر بورد. كأنك انت مركب مذر بورد وسي بي يو ورامات على مذر بوردك وسي بي يواتك وراماتك. زين، فبس هذا مو سي بي يو، هذا جي بي يو، هذا جرافيك بروسيسنج يونت. عرفت؟ يرسم شغله انه يرسم، فانت شيء توصل لك كهرباء وكامل، بس شغله كنا كمبيوتر كامل شغله يرسم. زين، الحين انفيديا دخلت في موضوع انه تخليه يحسب بعد مع الكودا كورز. لان الكورز مالت الجي بي يو صغار وايد، غير وما يحتاجون الانستركشن سيتس مثل الاكس 86 اللي موجوده في السي بي يو، الامور المعقده في السي بي يو يقدروا يسوون وايد منهم. يعني الـ RTX 3080 الجديدة فيها 10,000 كور. ماشي، إيه يعني CPU قاعد نتكلم إحنا في 4 16، لا هذا قاعد نتكلم 10,000 كور. فشغل parallel يعني كلهم يشتغلون بنفس الوقت يطلعون لك صورة تشيك. عرفت؟ فالفكرة من الجي بي يو الحين لأن الشغل parallel، لأن في وايد كورز، ولأن بدأوا يخلونه يحسب، استفادوا فيه وايد بالـ AI اللي هو الارتفيشال انتليجنس والامور هذه. اي ففي سي جي بي وات عندك نفس الار تي اكس كوادرو والار تي اكس سعرها 15,000 20,000، ما لها داعي تشتريها. الحين بالنهايه الجي بي يو انت تبي يرسم لك اللعبه اللي اكثر شيء راح يفيدك فيه الالعاب. الحين أدوبي بريمير وأدوبي فوتوشوب قام يصير فيهم جي بي يو اكسلريشن، وهذا شيء ممتاز راح يخلي الشغل وايد اسرع، فقاعد يفيدك شويه بالبروفيشنال ستاف، بس اكثر شيء بالالعاب. فكره انك تاخذ الجي بي يو، ليش شنو اخذه وليش اي جي بي يو اخذ؟ اول شيء راح اقول لك اياه شنو شاشتك. ايه حسب حلو تتحمل، لان اذا شاشتك فول اتش دي مثلا ما راح تحتاج 3800 ولا 3900 ليدد. مثلا 2060 راح تشغل كل الالعاب فل عندك، امورك تمام، مضبوط شغلك، ما تحتاج اكثر من كذي، لان هذه شاشتك انت قاعد انت يور بوشينج 1920 في 1080 بي بيكسل في الثانيه، وهذه الجرافيك كاردات ممتازه تقدر تسوي هذا الاداء لفريمات عاليه. خلنا نشرح فريمات، شنو يعني فريمات وشنو هرتز، خلنا عشان طبعا اول شيء في الريزولوشن هي النقط اللي على الشاشه في الطول بالعرض. زين، اي شلون ايش كثر نقط في الشاشه في الطول بالعرض، هذا كل ما تزيد كل ما زاد الوضوح عندك. نرجع على الفريمات، فريم بير سكند اللي هي ايش كثر الشاشه قاعد او الجي بي يو قاعد يرسم بالثانيه الواحده. زين، كم صورة؟ كم مثلاً قلنا 1920 في 1080 اللي هي الفول اتش دي، كم مرة يقدر يدز هالنقط بالثانية الواحدة؟ هذا الفريم. زين، الهرتز كم مرة الشاشة قاعد تطلعهم بالثانية؟ هذا الهرتز، هذا الفرق بين هرتز. الشاشة إيش كثر قاعد تسوي رفرش حق نفسها بالثانية، فإيش كثر قاعد تطلع لك الصورة بالثانية. الحين إذا أنا الجي بي يو مالي قاعد يطلع فريمات 120 وشاشتي 60 هرتز، نص فريماتي مو قاعد اشوفه، يعني قاعد يصير 60 اصلا. اي انت اللي قاعد يطلع لك ان شاشتك قاعد الباتل نيك الشاشه هنا. بعدين نشرح موضوع الباتل نيك، لانه ممكن اي شيء يصير بالكمبيوتر يسمونه باتل نيك او عنق الزجاج، يعني ساعات هو اللي ياثر عليك بالاداء، ف نرجع لها بعدين ذكرني علي. الفكره من الفريمات وال شو اسمه والهرتز، ان اذا شاشتك مثلا تسوي ريفرش 144 بالثانيه وانت فريماتك 150 140 بالثانيه، هني امورك زينه، قاعد تشوف تقريبا كل فريم قاعد يطلع، الليتنسي راح يكون عندك اقل، لان
ساعات مثلا اذا انت طقيت في اللحظه اللي الشاشه قاعد تسوي فيها رفرش، خاصه حق البروفيشنال جيمرز اللي يلعبونها كرياضه وماخذينها جد، في اللحظه اللي الشاشه قاعد تسوي فيها رفرش ما راح تشوف الهدف قدامك والطقه، عرفت؟ فالفكره لا، كل ما زادت الفريمات، يعني انفيديا كان عندهم ماركتنج استراتيجي قبل شويه، قبل فتره كان اسمها فريمز وين جيمز، كل ما زادت الفريمات كل ما انت ادائك احسن، لان رده فعلك او الليتنسي تنصاد اسرع من الجهاز، عرفت؟ وعينك ما تشوف ستتر وتقطيع والامور هذه. فالجي بي يوات او الجي بي يوز الموجودين ناخذ اللي على قد شاشتنا وعلى قد البادجت مالنا، زين؟ ايش كثر الشاشه عندي بالبيت او ايش كثر الشاشه اللي بشتريها، احط الجي بي يو اللي يركب معاها عشان ادائها، عشان لا اصير اوفر كل ولا اندر بيرفورمينج وضايق، عرفت؟ بس هني راح يكون سؤالنا شنو، شلون اعرف نوع شاشتي ايش كثر؟ يعني شلون المواصفات تحصلها على الكرتون والثامبلت في الويب سايت مال الشاشه، تشوف. وحتى لما تطق رايت كليك بويندوز ديسبلاي سيتنجز يقول لك الريزولوشن مال الشاشه كم والهرتز مالها كم، راح يبين لك على طول. زين، اي، وهذول اهم شيء. يعني طبعا الشاشات تختلف لان البانل نفسها لها تكنولوجيات مختلفه، نفس الفي اي اي بي اس اولد، في بعد تي ان، هذول يختلفون شلون الكريستال مال الـ LCD قاعد ترسم مره. بس معلومة على السريع، الـ IPS ألوانه ممتازة بس سرعة الرفرش مو نفس الـ TN. الـ TN أسرع واحد بس ألوانه تعبانة كلش. الـ VA بالنص، الأسود ماله والكونتراست أحسن. وطبعاً أحسن شيء موجود الحين بالسوق اللي هو الـ OLED أو LED، بس غالي وفي برنن، بعد فترة يمكن تشوف الشاشة محترقة، اللي هو أورجانيك لايت إميدينج دايت اللي هو أولد. فهذا أفضل تكنولوجيا الحين موجودة. فأنت لما تشتري شاشة لازم تشوف الألوان، لازم تشوف الهرتز، ولازم تشوف الريزولوشن. وبعدين تأخذ الكرت اللي يناسب شاشتك. الحين في الـ RTX 3080 والـ 3090. طبعاً الـ RTX ليش سموها RTX؟ قبل كانت GTX، عشان ماركتينج استراتيجي عن لايت ريس. انفيديا حطت تشيب زايد يم الجي بي يو، هذا الجي بي يو نفسه بالداي نفسه في تشيب زايد داخله، تشوفه اكبر الحين صار، حق يحسب انعكاسات الليت والضوء في الريل تايم، في الوقت الحالي. لما الشمس قاعد تطق هني، الضوء يدش هني، ينعكس على الجامعه، ينعكس، هذه كلها تنحسب حاليا. زين، عشان اي في اللعبه. فهذا التشيب اللي بروحه متخصص بس انه يحسب الليت اساسا، اي تنسر كورز، او عشان شنو، يشيل الضغط من السي بي يو بهالامور، وبنفس الوقت يعطيك فريمات اعلى، لان السي بي يو مو قاعد يشتغل على هذا ولا الجي بي يو قاعد يشتغل على هذا، في لها تشيب ثاني خاص فيها هذا الامر، عرفت؟ طبعا في ناس اذكياء دخلوا وشافوا ان الجي بي يو هذا وايد زين في الفيزيكس، او الشيب الزايد هو زين في الفيزيكس، قاموا يدخلون على اشياء حق الاي اي وحق الذكاء الصناعي، لان الحين الهبه كلها شلون اقدر اخلي الكمبيوتر يفكر، عرفت؟ فهذا الفكره مالتي. الحين اذا نقيت الجي بي يو مالي ونقيت السي بي يو مالي، شنو المذر بورد اللي ابي اركب؟ تبي الصراحه، تبي الصراحه، اي مذر بورد السبيك شيت يقول لك انه تركب اي واحدة. لكن خلينا نكون، ليش هذه اغلى وليش هذه ارخص؟ إيه؟ الشيء المهم في المذر بورد انا بالنسبه لي الفي ار ام، الفولتج ريجليتر او الفولتج ميديليتر، هذول يعطون، اذا كانت نوعيه زينه يعطون باور نظيف حق السي بي يو، ما يصير عندك كراشز، ما تشوف السي بي يو يعلق والجهاز يعلق. اذا بتسوي اوفر كلوك، طبعا ان انت بتحط ترفع قدره السي بي يو اكثر من المصنع، راح تتحمل وياك البورد. يبين لك ان كل ما كان الفي ار ام تعبانين عليه، يبين لك ان اللي بانين البورد بانينها بكومبوننتس قويه وزينه والامور هذه. طبعا قبل كنا نشوف شنو النورث بريدج مالها، وهل ايش كثر تحمل رامات وايش كثر، لانها بس الحين النورث بريدج صار كله داخل السي بي يو، صار فيه الميموري كنترولر.
اي واحده اللي يركب عليها فعليا راح تشتغل معك، خاصه اذا قريت السبيك شيت راح يشتغل معك. مو لازم يعني اكثر ناس، اكثر شيء الناس تخسر على فلوس تطق ماذر بورد ب 300 دينار وبعدين تحط سي بي يو ب 50 دينار. ليش؟ صح مو كأداء ما راح تفرق وياك، ما راح يفرق وياك شيء. اهم شيء بالماذر بورد صناعتها زينه، شغلها نظيف، واذا وشنو تبي تسوي فيها؟ انت مثلا فيها 10 جيج لان وانت عندك في البيت 10 جيج ايثرنت، اوكي تاخذها. تبي تسوي اوفر كلوك تشوف الفي ار ام مودلز ايش كثر يتحملون وات زياده. تبي فيها مثلا فتحات وايد حق البي سي اي اكسبرس، فيها ايش كثر تبي تزيد تبي تضيف، كم ام دوت 2 اس اس دي يركب عليها، والامور هذه كلها راجع لك انت. اذا بتركب اس اس دي واحد، بتركب سي بي يو واحد وجي بي يو واحد، نق واحده كثر البادجت مالك ومكتوب عليها انها تشتغل. عشان عرفت لا تعب نفسك وايد بالمذر بورد تاخذ اقوى واحده. انا بالنسبه لي ما يعتمد على الجي بي يو والسي بي يو اي، لان الاداء سي بي يو والجي بي يو والرامات، الرامات تدخل شويه بالاداء. ليش؟ لان سرعه الرامات تقول لك ايش كثر الجي بي السي بي او يعني الاغراض اللي عند السي بي يو ها ذهبه، وايش كثر يقدر بسرعه يروح ياخذهم السي بي يو من الرام. زين تفرق شويه يعني مو وايد، بس تفرق شويه انه اذا الرام اسرع السويت سبوت هالايام طبعا يتغير مع التكنولوجيا مع الوقت. السويت سبوت 3800 هذا السويت سبوت يعني 4000 اوفر كل، تحت 3800 شويه يور اندر بيرفورمينج دي دي ار 4. تمام يعني الرام في شيئين، في السايكل وفي الكيس ليتنسي. الكيس ليتنسي معناته الليتنسي بين الرفوف الرام، او يعني انا احب اسميهم رفوف طبعا مو رفوف يعني عشان اوصل الصوره. الليتنسي عشان توصل الرف الاعلى او الرف الاعلى يقول لك مثلا سي 15 او سي 21 او الكيس ليتنسي هذه كل ما صارت اقل كل ما الرام اسرع، حتى لو الهرتز مالته نفس الشيء. فهي موازنه بين الكيس ليتنسي وبين الهرتز مالته. نرجع حق الهارد درايف والاس اس دي. طبعا هذا شيء ما راح ياثر حاليا، ما راح ياثر وايد على شغلك بالالعاب، لكن الاس اس دي ياثر على اداء الجهاز. هذا اس اس دي زين عندي، ياثر على اداء الجهاز ككل، من لان سوليد ستيت درايف ما في شيء ميكانيكال يلف وابره تروح حق القطعه المعينه. هذه كانت اكثر شيء باتل نيك او ياثر على اداء الجهاز، انه الهارد ديسك يلف في إبرة تروح تقرأ وين المعلومة. عرفت هذه الحين مع أي مع الأس إس دي في سي بي يو مايكرو كنترولر داخل. الحين شوف هذا صار كمبيوتر داخل كمبيوتر داخل كمبيوتر. في مايكرو أي مايكرو كنترولر صغير يسيب المعلومات في فلاش أماكن معينة، ولما يطلبها من الكمبيوتر يعرف يروح يجيبها بلحظة. من غير ديسك لف وإبرة والأمور هذه. فالاس اس دي مفيد جدا، ان تحس الجهاز سريع، تحس اداء ما يعلق بعد فتره، ما يبطا معك. لودينج مال جيمز وايد اسرع. طبعا الحين في شيء اسمه انفيديا دايركت اي او راح يفرق وياك الاس اس دي وايد، اذا كل ما كان اسرع الاس اس دي، لان انفيديا قاعد تسوي نفس تكنولوجيا البلاي ستيشن. الحين تروح تاخذ اللعبه من الاس اس دي دايركت، ما تنطر السي بي يو ياخذها ويحطها بالرام وبعدين يعطيها اياها. عرفت؟ فهذه قطت الطريج هذا، اللفة هذه خذت تاخذها من الاس اس دي دايركت. فاذا كان الباندوث، وشنو الباندوث؟ باندوث نفس المعلومات او اي الخط السريع. اذا خط السريع عندك 8 خطوط الامور ماشيه، بس اذا صار خطين ورايح راد يصير زحمه. عرفت ايه هذا الباندوث؟ فكميه المعلومات اللي تقدر تاخذها او الشارع اللي بينها وبين الاس اس دي كل ما صار اعلى والاس اس دي يتحمل، راح تصير لودينج عندك وايد سريع بالالعاب، خاصه بالايام الجايه دايركت اي او ار تي اكس اي او او دايركت اي او نسيت الاسم حقها. نرجع عندنا 5 دقائق قبل الاسئله. اي نرجع حق موضوع الباتل نيك. الناس وايد تسال اونلاين شنو باتل نيك وليش في شيء اسمه باتل نيك. عنق الزجاجه يصير في اي قطعه، ابطا قطعه بالكمبيوتر هي دائما عنق الزجاج.
بس بالجيمز إيه بالجيمز شنو هي؟ في الغالب كل ما كان الشغل على الجي بي يو أكثر، كل ما أنت العنق الزجاجة هو الجي بي يو مو السي بي يو. بس إذا الجي بي يو مرتاح، منو اللي قاعد يضغط؟ السي بي يو. خلني أوضح أكثر شلون لعبة الرسم. السي بي يو يأخذ المعلومات مالت اللعبة، يسوي لها بروسيسنج، feed it to the GPU، يعطيها الجي بي يو. إيه هاك ارسمها. زين مثلا في اذا الريزولوشن عندي 4K والجي بي يو قاعد يذبح نفسه عشان يرسم هذا الريزولوشن 4K وعلى فريمات عاليه، فالسي بي يو راح ينطر يقول اي يلا خلص ارسم، عرفت؟ بعدين يعطي المعلومه. بس اذا الريزولوشن فول اتش دي والجي بي يو قوي عندك فول اتش دي ولا شيء عنده، يبي يرسم فريمات اعلى 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 يزيد 300 400 500 فريم، فمخلص وراسم 500 فريم يطالع السي بي يو يلا عطني 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 معلومات خلينا نرسم. اي خلينا نرسم لانه سهل عنده، عرفت؟ اي وساعات الرام يكون الباتل نك لان السي بي يو يقدر يخلص بس الرام مو قادر يعطي المعلومات بنفس السرعه. اي فالفكره من الباتل نك ابطا قطعه عندك بالكمبيوتر على الشيء اللي قاعد تسويه هي الباتلنك. فأغلب الناس يكون الباتلنك يعني اللي أنا شفته من خبرتي وشغلي بالسوق الباتلنك مالهم السي بي يو، لأن شو يسوي؟ يأخذ i5 من قبل 7 سنين وبعدين فجأة بعد 7 سنين يركب جرافيك كارد جديدة. زين راح تصير أسرع بس بنفس الوقت مو قاعد تأخذ الأداء كامل مالها لان السي بي يو مو قادر يعطيها المعلومات بالقدره اللي هي محتاجه. ايه اللي هي الجرافيك كارد، ايه اللي هي تبيها، والرسام او المهندس مو قادر ياخذ المعلومات الكافيه من العالم اللي هو يبيه. واضح. اتوقع كذي نفتح باب الاسئله. الحين غطينا معلومات كلها اللي هي الجي بي يو والسي بي يو والمذر بورد والرام والاس اس دي. امبلى الحين نفتح مجال الأسئلة. طبعاً اللي بيسأل يقدر يسأل عن طريق الشات أو يقدر يبطل المايك ويسألهم عادي يعني. الحين في سؤال إيش اسمه يقول يعني شلون القطع شلون أحددها؟ يعني أحيانًا بشتري جهاز فمثل ما أنت مساح شرحت بس شلون يحدد من وين يجيبها مثلًا أو من وين مكان اللي يشوف فيه القطع؟ شوف في موقع أنا أحبه اسمه PC Part Picker، PC Part Picker موقع خارجي يعني. أنا بالنسبة لي أول شيء تحدد البادجت مالك، كم تدفع الجهاز، هذا أول شيء تحدده لأن بالنهاية فلوسك ومدخولك وحياتك ترتيبها أهم من كم بقطع الجهاز أو يعني إيش كثر راح أقطع الجهاز. فأنت لازم تحدد أنا كم بقطع الجهاز، مستعد أقط 300 دينار. أوكي تروح على الموقع تحط البادجت مالتك $1000 وتبدأ فيه لها طريقة يعني مرتب الموقع الطريقة إن هذا يركب مع هذا هذا يركب، فسهل وايد سهل عرفت. بالنسبة حق شنو اشتري وليش اشتري هذا وما اشتري هذا، انا حاولت اوصل المعلومه بس في وايد شغلات مفروض انت تسوي الريسيرش مالك قبل تدفع فلوسك وتشوف اونلاين والامور هذه. لكن انا نصيحتي دائما خاصه حق الطلبه الجدد دائما اخذ ميد رينج، لا تاخذ التوب اوف ذا لاين واقوى شيء، لان التكنولوجيا بسرعه تتطور، الامور بسرعه يصير لها ابديت، وانت عموما يعني الحين حياتنا استهلاكيه وايد، فخلال سنتين ثلاثه انت بالاخير راح تطور راح تشتري شيء جديد وراح تحسف ليش قطيت مبلغ وغدره على هذا القديم. هو بسرعه اي الحين مثل ما قلت التكنولوجيا سريعه فممكن سنتين ثلاثه ولا واصل اي اي خلاص وانت اصلا انت بتطور يعني خلاص تصير. نعم حلو إن شاء الله بوضح الجواب. الحين في سؤال ثاني يقول لك is there a special operating system for gaming؟ في operating system خاص بس حق الجيم يعني؟ شوف الحين ويندوز هو
المسيطر في الجيمينج، لأن ويندوز تملك حقوق دايركت إكس، وأغلب الألعاب ترسم عن طريق دايركت إكس. الحين وصلوا دايركت إكس 12، في إنجن اسمه فولكن جديد طالع، وقام يرسم الألعاب بنفس قدرة دايركت إكس ويمكن أحسن، وقاعد يتطور. إذا فولكن تطور أكثر ممكن نشوف لينكس والأوبريتنج سيستم الثانية داخلة في الجيمينج، بس حالياً أنت خيارك الوحيد ويندوز. بس هو هذا فولكن وبس ما قلت فولكيكس فولكن فولكن زين فولكن فولكن تابع شركة معينة حالياً، هل ممكن لينكس تاخذه مثلاً ولا هو حالياً بروحه؟ فولكن أوبن سورس، مفتوح، مفتوح المصدر، أي واحد يقدر يشتغل فيه، عرفت؟ ما حد يملكه، وأداء وايد ممتاز صراحة. يعني الحين مثلا دوم، لعبة دوم الجديدة أنا عندي إياها، إذا حطيت شو اسمه من السيتنج تقدر تغير من دايركت إكس لفولكن، ما أشوف فرق بينهم. ساعات الفولكن أصلا أحلى كوضوح. فإذا صار في أدابتيشن حق فولكن أكثر، والديفلوبرز المطورين اشتغلوا على فولكن أكثر وبدأوا يطورون ألعاب على فولكن، راح تبدأ مايكروسوفت راح تخسر قبضتها على الألعاب، لأن الحين مايكروسوفت ماسك الألعاب كلها عندها. لازم هي تتطور، لأن لازم تشوفها شيء يخرع، لازم تتطور أكثر عشان لا تخسر قبضتها على الألعاب. لا لا إيه حلو. زين عندنا بعد سؤال، هم في سؤال يقول what is better iMac Pro ولا iMac Air؟ What are you gonna do؟ إذا أنا بروح أقعد في الكوفي وأبي أكتب وورد بروسيسينج وأبي أتصفح وش اسمه ويبسايتات وأشتغل شغل بسيط، أرد على إيميلاتي كذي، أخذ Air. ليش رايح البرو؟ لكن إذا أنا مثلاً كونتنت كيريتر أو شيء، واحد أشتغل وعندي شغل وعندي مثلاً اصمم شغلات حق ناس، اسوي فيديو اديتنج على فاينل كات برو، عندي شغل، فهو الاسم البرو يعني بروفيشنال، عنده شغل. فلما تاخذ البرو مفروض عندك شغل قاعد تطلع منه فلوس، فحرام تقط عليه عشان تروح تحط كشخه بستاربكس ان عندي البرو. بس ايوه ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ حرام. عرفت؟ اي واحد يعرف في راح يضحك عليك انت حاطه عشان تطلع في يوتيوب. يعني ليش اقدر اطالع الايفاد مالي؟ اقدر اطالع الايفاد مالي تليفون. حلو حلو. في أسئلة وايد ترى. السؤال يقول عند استفسار عن 4K الحقيقي، يقول كم فريم بالعرض والطول والطلبات لسوني 5، مع العلم إن 120 فريم، أو أعرف إن الجهاز يدعم 120 فريم بير سكند. صحيح إيه. فتقول السؤال يقول كم فريم بالعرض والطول والطلبات إيه حق سوني 5؟ السوني 5 الجي بي يو اللي داخلها AMD ومبني على راديون، والسي بي يوات رايزن، هي تقريبا كمبيوتر عادي، بس ان الاوبريتنج سيستم ماله يفرق والبيلد ماله يفرق. الراديون اللي فيها راح تشغل وايد العاب على 4K، لكن لا تتوقع كل لعبه راح تشتغل 120 هرتز. 120 هرتز الالعاب اللي نفس تذكر البيلدرز، مال البيلدرز والألعاب رسوماتها بسيطة، بس أنت تبي تلعب مثلاً، إذا تقول لي بلعب God of War 120 فريم، أنا آسف ما راح تشتغل 120 فريم عندك، راح تشتغل 60 يمكن 30 60. أغلب الكونسولز ما عادي عندهم شغلوا اللعبة 30، المهم تصير سينماتيك، مو مهم ردة الفعل مالتها، المهم تصير سينماتيك أحلى. هذا اللي أغلبية الألعاب اللي يلعبون بالكونسولز يهمهم الشكل أكثر من ردة الفعل. اللي يلعبون بي سي لا، يبي ردة فعل الحين عشان يفوز. عرفت؟ إيه. فالألعاب التريبل إيه، خلنا نسميهم الألعاب الكبيرة نفس God of War، Battle Field، الأمور هذه لا تتوقع أنها تشتغل 120 فريم. يعني أنا بالكثير أشوفها تشتغل 60 أو أقل، يمكن 30، بس الألعاب البسيطة راح تشتغل 120 فريم. هل هي 4K حقيقي؟ نعم، بلاي ستيشن 5 4K حقيقي، وراح تشتغل شغلات 4K، وراح تشوف فيها أفلام 4K و HDR، والكمبيوترات وال HDMI الجديد اللي هو 2.1 راح يطلع لك هذا الوضوح كله. خاصة لازم يكون تلفزيونك ماله
2.1 و4K و HDR عشان تشوف انت الشغل مالها، عشان لا يصير الرد حق باتل نك هو الكيبل مالك او التلفزيون مالك الباتل نك. انا بس ما قاعد يشتغل لان ايش اسمه. اي بالضبط. اي حلو واضح. اذا عندها بتكمل عنده سؤال واضح نقدر نسال مره ثانيه. عندنا سؤال يقول شنو افضل طريقه لتبريد الكمبيوتر؟ الحين عندي كمبيوتر ابي اخليه بارد او ابرد عليه شلون؟ انه يحتار. شوف المفروض عموما السي بي وات والجي بي وات ريتد او جايه من المصنع انها تشتغل على 80 90 سيليزي ما عندها مشكله، لكن كل ما تبرد خاصه التكنولوجيا الجديده كل ما يكون ابرد كل ما يسوي بوست اعلى يعطيك اداء اعلى كلوك ماله يصعد اعلى عرفت. وعشان تطول عمره الناس او الكولرز الاير كولرز الموجودين بالسوق في يتفاوتون في الاشياء نفس هذه زين هذا اللي يكمل من المصنع هذا بس شغلته انه يضبط لك ان الجهاز شغال هذا مال اي ام دي وهذا مال انتل شغلته تشوف بس هذا شغلته ان الجهاز شغال. في ناكتوا شركه تحط لك اير كولرز ممتازه شوف هذا يعطيك تقريبا نفس الاداء الاول ان وان اللي هو 120 ايش اسمه مليمتر. وفي عندك الاول ان وان كولرز اللي هم هذا الاول ان وان كولر هذا ماي ترى دخله ماي يدش راديتر يطلع مراوح تقول شوتة سياره ايوه اي فالفكره من هذا ان تاخذ افضل اداء. وفي الكاستم ووتر كولينج الكاستم ووتر كولينج انت اللي تركبه انت اللي تسويه انت اللي تصمم ايش كثر الرادياترات اللي تبيها ايش كثر الاير فلو شلون راح يصير والامور هذه كذا. فانت شنو افضل طريقه جوابي شنو تقدر قط على الطريقه لان الكاستم ووتر كولينج وايد غالي الاي او ارخص والحين صار وايد ارخص انزين الاير كولينج وايد ارخص ويطول معك خاصة ما يبي له مينتيننس ما يخترب ما الأمور ما في موفينج بارتس كثر يعني هل كثر عرفت. فأنت شنو تبي تبي تحط شيء تنساه وتحطه داخل مثلا الكبت ولا تنساه وحط اير كولر لكن تبي شيء أنت مجابله ونظيف حط واتر كولر عرفت. وطبعا الواتر راح يعطيك أداء أحسن بس هم في ديمينيشينج ريتيرنز يعني لدرجة أداء لدرجة يعني ما راح يطير وايد يعني ايه بس منه فايدة يعني. حلو انزين في سؤال يقول شنو افضل شركة تصمم العاب الحين الالعاب موجودة شنو الشركات تصمم الالعاب شي فايد و يعتبر يعني انا ما اقدر اقول افضل شركة لان كل واحد عنده ذوق شخصي فيها عرفت. مثلا في ناس تحب كوجيما في ناس تحب سكويرينكس في ناس تحب كونامي في ناس تحب يعني يوبيسوفت يعني في على حسب انت شنو الالعاب اللي حبيتها شنو الالعاب بليزرد مثلا في ناس صار لهم 14 سنه يلعبون واو تقول له غير بليزرد يزنطك زين ف اي ف على حسب هذا ذوق شخصي بالنهايه شنو احسن شركه تصنع العاب ما ادري انت شنو تحب اللعبه تحبها هي حلو اي انزين. في بعد سؤال يقول الحين افضل تلفزيون للافلام والالعاب هو ال4K وفي دولبي فيجن ودولبي اتومس واير HD2 هل هذا اقوى اختيار ولا في اقوى من الافلام واللعب بس 4K ما نبي 8K ما كشي شغل 8K للحين دعايه انفيديا الاخيره على 3090 هذه فيها لعبه DLLS هذا شيء ثاني يعني انفيديا في حركه سووها عشان يشغلون 8K بس هذه تحتاج شرح طويل من زين في شيء نساب الليسته اللي قالها اللي هو الليتنسي الليتنسي اهم شيء حق الالعاب الليتنسي هي من طق الدقمه لما تشوف الفلاش بالشاشه هذه اهم شيء حق الالعاب. شنو افضل تلفزيون حق الالعاب الحين هالايام ال جي سي سي اكس بس للامانه ما شفته بالكويت ما ادري ليش ما يبونه بس ال جي سي سي اكس الليتنسي مالته اقل من 5 ام اس يعني شنو ام اس ملي سكند يعني
ألف خمسة من ألف من الثانية، عرفت؟ فأنا بالنسبة لي متى أحس بالليتنسي؟ يعني لما توصل فوق 300 أو 400 راح أبدأ أحس فيها، لأن نص ثانية ثلث ثانية تحس شوي تأخرت الطقة، عرفت شوية أي. بس إنه أهم شيء أنا بالنسبة لي latency الهرتز مالته إيش كثر، 120 وفوق عشان الألعاب 4K، وهو قال HDMI 2.1 لا تأخذ 2 لأن 2.1 لأن 2.1 زادوا فيها باندويث شوية من 40 جيجا بيت بير سكند لما 48 جيجا، هذه 8 تفيد إن تشغل 120 هرتز لأن بدونها راح تشغل 60 هرتز على 4K. حلو واضح الجواب إن شاء الله. هاي الأسئلة كانت الموجودة حاليا، في حد عنده سؤال أو شيء قبل أن نختم؟ حتى لو بيسولف يقدر يبطل مايك عادي يعني. إيه إذا في أحد عنده تعليق يسولف يفتح نقاش ما عندنا مشكلة. إيه بالعكس. إحنا عندنا آخر 8 دقائق أو 9 دقائق من الوقت إن شاء الله. النقاش مفتوح يا جماعة، اللي يبي يرفع يده حق الأستاذ علي ويفتح له المايك علي. هو يقدر يفتح بنفسه أي شخص طبعاً هم عادي يعني. آه أوكي سين. إيه. شدين ما شاء الله. ما شكله ما في نقاش ولا في ناس قاعد تطلب؟ ظاهر معلوماتك كانت واضحة جدا. ما صار اليوم. إذا كذي نعطي تيبس شوية. أنت الحين أنا قاعد أشوف وايد ناس قاعد يعني مضايقين من أسعار اللابتوبات ومن أسعار الأجهزة، لأن في طلب عالي وفي عرض أقل. السوق دائما كذي، إذا في طلب أعلى تزيد أسعاره. وخاصة إن الناس الحين كلها تبي لابتوبات حق الدراسة من البيت. والله ذاك اليوم أنا كتبت تغريدة في موقع نيو إيج، في موقع أمازون، وصلون خلال أسبوع ترى. وأنا صارت لي مشكلة، أنا طلبت لابتوب من أمازون، طلبت مايكروسوفت سيرفيس 3، وصلني 2. صلت عليهم قلت لهم لا، ودفعوا الشيبينج لأمريكا وردوا لي فول ريفند. فهذه خاصة إذا أنت تعرف التعامل معهم لا تخاف منها، إن إذا وصل غلط ولا ما وصل غلط إن شاء الله. فأنت تدخل على المواقع هذه، شوف المواصفات اللي عاجبتك، الشيء اللي عاجبك وخذ، بدل لا تطق لك شيء سعره برا ب 150 دينار بس، لأن السوق وايد صعب هني بالكويت يوصل سعره 400-500 دينار. هذه نصيحة حق الناس اللي قاعد تدور لابتوبات حق عيالها، خاصة اللي عنده مثلا 4 أهالي بيطق حق كل واحد 400 دينار بقط مبلغ قدره. حلو تمام. بس حمدان العازمي يقول يعطيك العافية، المايك مو راضي يفتح عنده، بس يقول شنو الليتنسي لأن هذا شيء جديد بالنسبة لي. اوكي نرجع على الليتنسي اللي هي شلون اشرحها، يعني لحظة اللي تطق فيها الماوس لما ترسم الرسمة في الشاشة، هذا الليتنسي حسبتها بالوقت، لأن هذه تأخذ وكل شيء يأخذ وقت. فإذا أنت الليتنسي عالي عندك راح تشوف أن اللعبة تلاقي بطيئة، والله طقيت، تعرف اللي تعصب ودك تحذف اليد، والله طقيت ما طلعت، هذه الليتنسي بطيء عندك. الليتنسي سواء في شو اسمه البروسيسنج، سواء بالفريمات، سواء بالتلفزيون نفسه الليتنسي مالته عاليه، ساعات الانبوت ليتنسي مالته عاليه، لان خاصه التلفزيونات غير المونيتورز ما يهتمون بالليتنسي، لانه يقول لك انا بشوف فيلم، يعني ليش اقعد اتعب واسوي ليتنسي مود حق جيمنج؟ اغلب الناس تستخدم التلفزيون حق فيلم. بس الحين بدا اهتمام اكثر حق الليتنسي، في تلفزيونات وايد جيم مود يقول لك، حتى الجيم مود لما تحطه تشوف الالوان شويه تغيرت. ليش؟ لان شالوا البروسيسنج من الصوره حطوها بالسرعه باللحظه، ايش كثر انت توصل يعني، او شنو سرعه وصول الامر مالك حق التلفزيون. ايه ان شاء الله وضحت.
ما ادري ليش ما يصير عند المايك مسكين، بس اتوقع وضحت للسالفه ان شاء الله. ان شاء الله. ترى حتى الكيبوردات والماوسات الحين اللي يقول لك مالت جيمنج، كل هذول في لهم ليتنسي معين، لازم تشوف شنو الليتنسي مالهم. كل شيء تستخدمه في ليتنسي، بس طبعا قاعد نتكلم عن ملي سكندز، يعني جزء من الالف من الثانيه، بس اكثر من جزء من الالف من الثانيه، زائد الشبكه النتورك اللي هو اللاج، زائد كل هذول مع بعض، تلقى انت متاخر ثانيه ثانيه مفروض. قبل قدامك ثانيه وايد تفرق، يعني خلاص تبدا تفرق، عرفت ايه اساس الجيم يعني. ايه فكل شيء انت تقدر تشيل من هذه الثانيه عشان لا تصير ثانيه، تقدر لازم تشيلها. حلو حلو، ان شاء الله تكون واضحه لهم. في سؤال يقول if you order from online overseas how about the device warranty؟ ايه most device manufacturers they have if they have certified reseller او وكاله بالكويت او بائع موجود على الموقع مالهم من هذا البائع الرسمي مال الكويت، they have to honor the warranty. هم اللي لازم اذا صار في شيء بجهازك تروح لهم يصلحونه قسما عليهم خلاص، لان هم ممثلين هذه الشركه بالكويت. فانت لما يعني مثلا ديل عندك زاك سولوشنز، الايسس عندك الجوهره او النجمه نسيت والله بحولي، كورسير، كوادرا، اي جهاز انت تطلبه اذا في له ارتفيشال او اوفيشال ريسيلر او بائع متخصص له بالكويت، لازم هو ملزوم من الشركه الام انه يحترم الكفاله. حلو حلو، فيعني ما يعني وقتها ما تتوهق يعني. ما تتوهق، خاصه واذا تبي تاكد راسل الشركه الام، دز لهم ايميل وراح يردون لك نفس الكلام، راح يقول لك لا هو ملزوم انه يحترم وكالتنا. نعمل شيء. حمدان العازم يقول مشكورين، استفدت المعلومات يعطيكم العافية، جمعت معلومات كافية حق التلفزيون اللي أحتاجه، كان ودنا نسولف معاكم بس ما حصل للأسف، ألف شكر لكم. يشكرك طبعا حمدان. حبيبي حبيبي حمدان حبيبي، ظهر عندك العافية بالمايك يمكن. أتوقع باقي دقيقتين نختم. إيه إحنا الأسئلة أنها مخلصت الحين، ف وهم الوقت بعد خلص ما يسعفنا نزيد. الوايد وايد يكتبون يعطيكم العافية ومشكور، بس ما قاعد يوصل لك يمكن بالشات عندك. كل قاعد أنا إذا طقيت الشات يروح ال شو اسمه الصورة مالتي، لأن شابك من تابلت. إيه. قاعد يطلع عندك ولا هم ما أدري. الكل يشكرك وما قصرت، معلومات كافية وافية، حطيت معلومات كبيرة. أعطيهم العافية وتشرفنا، وإن شاء الله إن شاء الله إذا خلص موضوع كورونا نسوي شيء أنا وياك بنفس الغرفة. مركز إن شاء الله. حق الناس. إن شاء الله. من المسرح نجيبك إن شاء الله ونشرح أكثر حق الناس. مشكور عبد الله، نشكرك على حضورك وعلى وقتك الثمين، ما قصرت. حبيبي علي. أعطيكم العافية. كثيرة إن شاء الله كل استفاد، وننصحهم يقدرون تتابعونا على حساباتنا إنستغرام حق المواضيع الجاية. إن شاء الله يكون في مواضيع جاية كبيرة وتفيد الجميع إن شاء الله. مشكورين كلكم على حبكم. حبيبي. إيه عبد الله تفضل. لا لا بس خلاص، يعطيك العافية. الله يعافيكم إن شاء الله، مشكورين على الحضور ونشوفكم إن شاء الله باللقاءات الثانية.